اليوم حضرنا في هذا اللقاء ديال اللي كيتعلق اللي كيناقش موضوع المرأة القروية والتنمية في الجهة ديال بنينا الخنيفرة اللي كيسهر عليه حزب التجمع الوطني الأحرار، بحضور سيد وزير الفلاحة، بحضور رئيسة المنظمة الفيدرالية للمرأة التجمعية. اليوم يعني كيناقشوا واحد الموضوع اللي كيتعلق بالمرأة والقروية والتنمية، المعاناة ديالها، حيث المرأة حاليا أصبحت تقوم بعدة أدوار وبعدة مهام، وأصبحت تقوم بعدة وظائف، ما بقاش فرق بين الرجل والمرأة. يعني المرأة اليوم أصبحت طبيبة، مهندسة، يعني ما بقاش في هذه الأوانة الأخيرة ما بقاش اختلاف. ولكن رغم هذه كل هذه الحقوق اللي تمتعت بها المرأة، لا زال هناك نقص في البوادي، لأن المرأة كيصعب عليها أنها تدرس، بأنها تقرأ، بأنها تجي تقرأ في الثانوية، في الجامعة. هذا يعني الأحزاب والدولة والجمعيات المدنية كلها كتبغات تحد من هذا المشكل، باش حتى شي امرأة ما تحرم من الدراسة ديالها ويكون عندها دور فعال في المجتمع.